انضم الينا عبر الهاتف رئيس المركز الامريكي للعداله المحامي عبد الرحمن برمان. اهلا بك استاذ عبد الرحمن معنا. اذا بعد عوده او بعد اغتيال القيادي في اصلاح عدن بلال منصور، ما هي دلالات عوده الاغتيالات الى واجهه عدن اليوم؟ وحقيقه يؤكد على ان استمرار على ان القاتل لم يتعرض للملاحقه ولم يكن هناك اي اجراءات تتخذ يعني ضد من يمارسون هذا العمل. لا شك انه سيستمر الافلات من العقاب، او حتى لم يتم اجراء تحقيقات جديه وفضح من قام بعمليه هذه الاغتيالات وعدد من القضايا التي اجري فيها التحقيق، وتبين من هم الجناه الذين مارسوا هذه الجرائم، ثم بعد ذلك أغلقت هذه الملفات. هذا أدى إلى أن يشجع على استمرار عملية الاغتيال، كذلك الصمت من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، حتى الآن لم نسمع لها أي ردة فعل. كذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية صمتت يعني حول هذه الجريمة التي تستهدف ناشطين في المجتمع المدني، ناشطين في المقاومة في عدن التي واجهت المشروع الحوثي وشاركت في تحرير عدن، ناشطين في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكذلك أيضا التيار السلفي المناهض أو المعترض على الوجود الإماراتي في المناطق الجنوبية. وبذلك نحن أمام يعني صمت مخجل ويعني مخزي، وهذا سيؤدي إلى استمرار هذه العمليات. نعم، ولكن أستاذ عبد الرحمن برأيك لماذا تصمت الحكومة والجهات المدنية تجاه ما يحدث اليوم؟ حقيقة لا نجد أي سؤال ولا أي إجابة لهذا السؤال، ولا نجد أي مبررات لهذا الصمت. الأصل أن يكون هناك أن الحكومة هي ملزمة دستوريا وقانونيا بحماية مواطنيها، يعني إجراء التحقيقات في حال يعني في مثل هذه الجرائم التي ترتكب. هناك موجود وزير الداخلية في متواجد في عدن، هناك أيضا الهيئة والسلطة القضائية التي يعني تتبع الحكومة الشرعية. كان ينبغي أن تفتح التحقيقات وأن تستمع إلى الشهود والأدلة حول هذه الجرائم التي ترتكب. حقيقة يعني هو المشهد مؤسف جدا أن نرى شباب يقتلون ويموتون دون أن يكون هناك حتى مجرد معرفة الجهة أو معرفة يعني قانونيا توثيق قانوني لهذه الجرائم التي ترتكب من خلال التحقيقات. يعني لدينا قضايا تم التحقيق فيها وعرف أيضا من هم المتهمين وكذلك قبض على عدد منهم، وحتى اليوم منذ مرت سنوات منذ أن ارتكبت هذه الجرائم لم نرى أي من هؤلاء المجرمين أمام العدالة، بينما تمتلأ السجون من الناشطين والمعارضين للوجود الإماراتي في المناطق الجنوبية. إذن ما هي خيارات أهالي الضحايا لأخذ حقوقهم يعني في ظل غياب القضاء في عدن؟ يجب أولا على المجتمع يعني في محافظة عدن وكل المحافظات التي تعرضت مثل هذه الجرائم، يجب أن يقف بجوار أسر الضحايا وكذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل ممارسة الضغط لمعرفة هؤلاء الجناة ومحاسبتهم ومحاكمتهم، وكذلك أيضا يجب أن يكون هناك محاسبة دولية للدول التي تقف خلف هذه الجرائم. لدينا الآن هناك قضايا يعني رفعت ضد الإمارات لممارسة هذه الجرائم في بريطانيا، وربما يكون هناك قضايا أخرى في أمام القضاء الأمريكي وعدد من الدول الأوروبية التي يقبل قضاءها محاكمة من ارتكبوا جرائم وانتهاكات واسعة في حقوق الإنسان. وذلك على أسر الضحايا أن لا يسكتوا وأن يوثقوا هذه الجرائم وأن يرفعوا أصواتهم عالية وأن يتقدموا بالشكاوي أمام كافة الجهات التي يمكن، وأيضا اللجوء إلى المحامين والمنظمات ربما ستساعدهم أكثر في إيصال صوتهم إلى أبعد من الأجهزة الأمنية التي أو الأجهزة الأمر الواقع الميسر. نعم، وصلت فكرتك أستاذ عبد الرحمن برمان، نشكرك جزيل الشكر رئيس المركز الأمريكي للعدالة المحامي عبد الرحمن برمان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.